بالنسبة لموضوع الحمام باش يبقى دائما في صحة جيدة، قلنا أول حاجة خصو ضروري أنه يكون تيطير، حيت الحمام في صحته طيران، يعني الصحة ديالو في الطيران ديالو. زائد هاد الفرخ غادي تركب ليه الباك دابا، حيت عجبني في الطيره، اختار واحد الطيره زوينه. السلام عليكم ورحمة الله. يوم السبت الحمامات غادي يخرجوا شنابر اليوم، كاينه جوج منهم لحقات، كاين واحد الفردية هو داز هنا الوسط، واحدة مش شرابة، وهي الشرابة تاع الماء فيها البصلة اللي غادي تحيد دابا، حيت البارح ما قلتش المدة الزمنية باش تحيد. كيفاش الطريقه باش نقطعوها؟ راه تنقشروها تنقطعوها هكا وهكا، تتخلي بصله كامله تتحطها في الماء 8 سوايع، او تحط الماء في العشيه الصباح باكرا تتحيد الماء وتتبدلو، والحمام راه تكتسب المناعه وتحصين ووقايه قبل ما يجي اي مرض. موضوع بالنسبة للناس اللي تشوفوا حمامهم في هاد الوقيتة هادي مشروب أو سخفان أو ما عندوش طبيعة، راه هاد المرحلة هادي من السنة راه مرحلة الحمام تكون في الراحة، فلا داعي للخوف. بالنسبة للتعليق الإنسان تاع البارح في الفيديو تاع البارح الجمعة، قال شي دواء حمام مشروب، حمام الاعراض ديالو ديال المرض تنشوفوهم في الحاله الصحيه ديالو الجسمانيه وكذلك في البراز ديالو. حميمات كوقايه قبل ما توصل المرض، وجب عليك حمام تخرجو بحجزر، حمام يخرج ياكل التراب، حمام يخرج ياكل الحجر، حمام الى حبادة انك توفر ليه. تحركات شي حاجة خلعتهم. كاين اللي باقي ما طارش فيهم. الحمام كاين اللي اول مره تطير، انا الحمام اول مره تطير. زيد 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 نشوفوا واش دريسينا مزيان بوحدهم تطيروا، شي حاجه شي مش ولا شي حاجه دايره في السطح. حميمات الخدمة ديال الصباح تريساج خصهم يهبطو في هذا المكان ما يهبطوش شي بلاصة أخرى. وبالنسبة للموضوع اللي كنا تنهضرو عليه هو الحمام، ولا بد أن أنه باش يكسب صحتو، صحة الحمام صحتو تتكسب في الطيران ديالو، خصو يخرج يطير وخصو يخرج يحجر كمثال هاد المكان هذا، هو تيجي هنا تياكل هذا، ما تنخليهش يمشي لهذيك البلاصه بالضبط، ولكن تما راه هذاك تناخذو وتنقيه تنوصلو وتنحطو ليهم تياكلو فيه تحجرو مزيان ليهم المعده.
والفخر تنغسلو به الكبد بحالو بحال السيدوكول. والحميمات راه تيكون يبقاو ديما في صحه جيده والامور مزيانه، زائد النظافه هذيك راه ولات دابا معروفه. هاد الفرخ صباح اليوم ماشي هو هذاك، ضروري المولوع المربي انه ينتبه للحميمات. هاد الفرخ صباح ماشي هو هذاك، يعني صباح ماشي هو هذاك، شي حاجه به ماشي هي هذيك، الحركه ديالو ماشي هي هذيك، ماشي هي ديال البارح. وحيد بوحدو سبحان الله العظيم. صباح اليوم معكم. الزغاليل بداو شويه تتلقوا شويه في السماء مع المفتحات، تنطلقوهم حيت المفتحات تيبقاو تيدورو في نفس الكاري ما تتفوتوش. المره بداو تتلقوا وحدينا هما منين جايين، حاز لهم باش يهبطو. وهاد الزغاليل تا هما سبحان الله العظيم، الحمام اللي تيبقى برا كاين اختلاف. عقلتو فاش كنت نبني هاد المسكن هذا كان الحمام ديما برا وكنت ديما مفرش. هادي فكره من عندي انايا، راه يقدر بعض الخطرات ماشي المسكن وداكشي امور اللي ضروريه، لكن تربيو الحمام تنعلقو غير السلالي. انا هاد الجينيراسيون ديالي وحتى كادوك اللي سبقوني. باش نوفروا لهم مزيان مزيان، نوفروا لهم السكن مزيان. نوريكم هاد الفرخ هذا ونشوف المشاهدين واش عرفوا من تيشبه الرجلات ديالو. حنا ديما حمام الفعل تنقلبوه من رجليه، ومن بعد المسائل الاخرين والخصال تاع الطيره، المواصفات الخارجيه، الجناح ديالو اذا تيبان لكم من تيشبه. اذا تيبان لكم من تيشبه يلا قبل ما نقول من تيشبه ولد من هذا، هذا راه مباقي بالباقي ديال سميتو. ديال يلا شكون قال في التعليق خوتي هذا ولد سليماني، هذا ولد بديع سليماني. هكا جانا نهار الاول، هكا جانا بحال هكا نهار هبط عندنا داك الفرخ، وجا فرخ في يامات الحجر الصحي، وجاو جوج الناس دايرين الكمامة في بداية الحجر الصحي، وداو على أساس راه ديالهم حيت شافوه في واحد الفيديو عندي، وقعد عندهم داك الفرخ شهرين ونص، مع أن المسافة بعيدة. رجع داك الفرخ من بعد شهرين ونص رجع عندي، واتصلت بالإنسان صاحبه الأصلي وما بغاش يديه، جا عندي هنا ما بغاش يديه، قال لي خليه. وانا راسي قاصح قاعد دامون صعد اللي تنخدم به هاد بيان سور، حتى خدام في حمامي. تحية ليه الى سمعني، تحية ليه، اكن لك على احترام وشكرا جزيلا على البلي. انت سبحان الله العظيم راه عرفتي راه هكايا الوقفة ديالو، كي تيوقف كي تيتحرك كي تيغياليزي كي تيشوف الأمور. هاد الفرخ بحال باه بحال باه مع الحمامة من السلالة عندي، وصدقات هاد الحمام حيت الحمام قريب. شوف سبحان الله كترا من الصنارة أو الناس جابوا لي حمام، ماشي رميطة أنا زعما ماشي رميطة باش نطلع السمكة الكبيرة أو نحسن المستوى تاع الحمام ديالي بالفرد ديالي.
ديال البدعي السليماني، سليماني مع شي فرد اخر خارج الحمام اللي عندي، وجاوني جوج حمامات. وفي اخر مره راه كانت حمامه البدعيه مع البدعي، وجاو مولي عداوها فيها بيضه وبيضه نوبه عليهم، وانا نلاقي ليه واحد الحمامه مسيره لعندي، وهم يعتوني الحمام الحمام اللي فيه هو. عرفتي نقص عليا الطريق بزاف، حيت الطريق غير حدايا، الطريق غير حدايا في حمامتي انايا. سبحان الله العظيم. واليوم راه عنده دابا، راه طلعت الشمس ضربت فيا انايا، اليوم عنده حتى نمشي معاك وهداك الشي غادي تطلع، اليوم عنده الطيارة مع بوها ان شاء الله، غادي نفرجكم فيه ان شاء الله. اذا ما كانش في هذا الفيديو، فيديو اخر ولكن قريبا قريبا غادي تشوفوا ان شاء الله مع بوها. بوها راه بدا تيرمي الريش، ولكن باقي الفرازة والحمد لله ما كاين، تخدم الحمد لله تبارك الله. مما تبدا تطلقوها واخا مخربقين عسا غالي هادو، يلا يحفظهم لنا من الباس. شاهد فريخ كي طالع زوين، المهم مرونين هما، ولكن ماشي مشكل، احسن وقيت بوحدي اللي مطير حمام بخير. نوريكم هذا الفرخ هذا في هذا الصباح هذا ديال السبت، الرجيلات ديالو، الريش ديالو، الصلاة الأساسيين والثانويين، بالنسبة للرأس هذا الرأس ديالو. هذا الفرخ غادي تركب ليه الباك دابا، حيت عجبني في الطيرة، طرا واحد الطيرة زوينة، باك ترطاقة، حوايج كاع، الطريقة باش تقدرو تركبو الباك، أو تعطيو دواء للحمام، الطريقة سهلة، تقرب ركابك، تقبل هاد العضلات هادو، توريك موال. تتقاد انتما حمام تاع الفلا راه ما تيبيز لك بحال حمام الرومي وداكشي، راه ساهل تاخذ لي هاكو ويتبت ويلبت ويلبت وينبت. الاب والابن ديالو هذا هو اللي تيشبع عليه، عين حمراء، عين حمراء سبحان الخالق. زقا نشوفو ما شاء الله تبارك الله. يا بسم الله، اول مرة غادي تير مع باه، اول فرخ. با تهز، خصو يلصق فيه، خصو يلصق فيه، غادي نشوي نديرو غير بحال هكدا. هاهو با بيهزو، شو عليك أبنتي، عزيز علي هذا الحمام.
حتى هذه عزيز عليا وكاع حمامي عزيز عليا. الله يحفظكم ليا، ما تنساوش دعمكم لأسميتو. بالنسبه لموضوع الحمام باش يبقى دائما في صحه جيده، قلنا اول حاجه خصو ضروري انه يكون تيطير، حيت الحمام في صحته طيران، يعني الصحه ديالو في الطيران ديالو، زائد انه يكون تيتغذى الغذاء مزيان، او من ناحيه اخرى انه يخرج يحجر، حجر انه ياكل الحجر بهذا المفهوم، هذا ياكل الرمله تاع البحر مزيانه، كوكياج مزيان. ما كانش هاد الشيء راه تقبط تراب طاجين تاع تراب تتفرشتو، تقدر تقبط التراب تحطو ليهم، تقدر تحط بزاف تاع المسائل توفرها ليهم، حيت الحمام ما بقاش عايش في الطبيعه، وهذا هو دور الكساب في توفير للحمام ما يحتاجه من الطبيعه، يقربوا ليه المسكن ديالو. وهنا غادي تلاحظ بان الحمام تاعك تبقى ديما في صحه جيده. حنا داخلين في مرحلة تاع القلش او مرحلة البدالة، مرحلة التي يحتاج لها الحمام طاقة ديالو ومن العضلات، خصك توفر ليه الماكلة الصحية البروتينات والبروتينات وليكاربس الهيدروكربورات، باش منين تخرج البدالة يكون عندك واحد الفرجة، وباش من موراها يكون عندك انتاج في السنه، انتاج اللي تشرفك ويقدر يفرحك في هذه الوقيته هذه من السنه. اللي فهم راه فاهم، واللي ما فهمش حنا تنفهموه، واللي مبتدئ احنا معاه، واللي واصل يسال عليه وما يبخلش عندنا باي معلومه يدلي بها يوتيوب لهذا الامر هذا. مرحبا باي نقد بناء او اي نقد من اجل النقد، انا بيس خوكم الشريف من قناة اسميتو الفعل. تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله.